اتمنى اشوف لقاء مع مدرب سيميرو من بعد نرجع مره ثانيه. Of course the our target and my coming and target of the my management and the club it's to we give our best. For the start I want to first start for the positive and I will say for the good points for the my team. I want to say that this is the first of all one the good group. About the weakness points can be this because I arrived a little late. So maybe we cannot doing everything what I planned that we do during the preparation period. But you know, in the football you can using just time what you have. So we using this in the best way and I hope what you said here inshallah we will be ready for the start of competition. Well, the case that I came a little late, it's discovered that my players not was in the fitness level in the that moment when I arrived. It was the middle of August. About the position of foreign players or professional players that come, we focused to cover the cover position. The club focused to cover position what they need from the last season, what they discovered that need from the last season. مجددا حاضرة يا ميمي يا ميمي يا كرة بينية إلتون إلتون التعدي الله 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 إلتون جوزي الآن يعدل النتيجة لمصلحة سمير في وقت مثالي جدا في شوط المباراة الأول يرجع من الدفاع لكن لاحظ يا ميمي يا سلام برافو 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 يا ميمي خلاص إضاعة الهدف نسيناها بعد هذه التمريرة مذهلة جدا
يمني سليماني يا الله 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 الله. تلعب من الأمام هذه خطرة ممكن يا سلام الله 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 سليماني 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 يبقوا من شباك نادي الشمال بطريقة رائعة يا الله يا الله يا الله شوف 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 وما الذي فعل يا سلام يا سليماني بطريقة رائعة والتحضير رائع وخيالي والتسديد على كل كرة رائعة في شباك نادي الشمال بطريقة رائعة سليماني سليماني كيكو مانا يسجل أول أهداف الجميع وإلى الآن لا زال لديه الأمل في لقطتين في تسديدتين في لقطتين منهم استهتار أضاع سمير ولكن يعود يعود الحاج 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 أو لا هذا لعب أيمن عبد الله أيمن عبد الله هو الذي يسجل هدف التعادل هل يعود هل يعود نادي سمير هل يترك الأخطاء هل يترك التعادل نعم هل يهدي التقدم نعم لكن إلى الآن التعادل لا يفي نادي سمير يرجع على الشمال كذا خلي خلي يا أخي خلي خلي يا أخي خلي أنت كنت في دور النجوم كثير نادي الشمال استطاع الوصول كثيرا إلى دور النجوم